أهوار العراق تحتضر، وباستمرار انخفاض المياه فيها قد تفارق الحياة ويفارقها الساكنون على ضفافها. في ظل الانخفاض الحاد في مياه الأهوار جنوبي العراق، دقت منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة فاو ناقوس الخطر، محذرة من أن مناطق الأهوار واحدة من أفقر المناطق في العراق، وإحدى أكثر المناطق تضررا من تغير المناخ وفقا لتقرير المنظمة الصادر في تموز الماضي. الأهوار التي تشكل نحو 17% من مساحة العراق وتغطي مياهها نحو 2.5 مليون دونم من الأراضي، تعرضت لموجة جفاف غير مسبوقة، جفاف تسبب بفقدان الأهوار ل46% من مسطحاتها المائية بحسب مسح أجرته منظمة باكس الهولندية. أسباب عديدة تقف وراء جفاف الأهوار، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة وقلة مياه الأمطار، بجانب قلة روافد الأنهار المغذية للأهوار والتي تم قطع معظمها من دول المنبع لا سيما إيران. غير أن المتضرر الأكبر من جفاف الأهوار هم السكان المحليون والفلاحون، حيث اضطر الآلاف منهم للنزوح من قراهم بحثا عن مصادر مياه بديلة، إلى جانب الخسائر التي تكبدوها بعد نفوق المواشي وتلف المزروعات وانتشار الأمراض والأوبئة. سنة عن سنة قام يجف الهور، قامت الواد تشيل وين تنزل تدنى اللولة، كان الماء يوصل للتبليطات، هذا التبليط وصل لي الماء. هسه من جف الماء الحلال انتهى نصه، السمك انتهى، الناس تمرضت قسم منها حتى قام يصير عندها بقاع بجسمه. ما شفنا في الدولة منتبهة وجايبة لنا في الشغلة وفايدة الوادم. هسه الوادم قامت تشيل يوم عن يوم تشيل، قسم شالت الكوت وقسم شالت البغداد، وهاي الدور مكسب عيشة بعد. والله اخويا الماي ماكو، القيعان جفت، حلالنا قطع، يعني عايشين على الله وعلى رحمة هالقاع هاي وعلى المويه تجينا. النوب ماي ماكو هسه، حتى بالشتاء اللي راح هم الماي قليل، والنوب جانا الصيف الماي جف بعد انتهت، حلالنا انتهى. عديدة هي الأزمات التي يعاني منها العراق، منها البطالة والفقر والأمراض وغيرها، لكن عندما تتعلق المشكلة بالمياه فهنا حياة العراقيين كلها في خطر، فلا حياة بدون مياه.